السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد ونتحدث فيه عن ملامح الريف المصري. هذه الروعة وهذه الأشجار وهذه شجيرات الجوافة وهذه البيئة البكر، هذه أهم ملامح الريف المصري. وبالطبع الأشجار والشجيرات وهذه المزروعات تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتمدنا بالأكسجين، فنجد دائما البيئة بكر ونظيفة ونقية. وينصح العلماء بل بالارتماء في أحضان الطبيعة. نستكمل ملامح الريف المصري. هذه تسمى عربة كارو باتنين عجلة كاوتش يجرها الحمار. هذه شجيرات الجوافة. يؤكد العلماء أن هذه الطبيعة البكر وأشعة الشمس تقوم بإمداد الجسم بفيتامين د، وفيتامين د الذي نحصل عليه من الشمس يرفع جهاز المناعة بإذن الله ويقي من جميع الأمراض، ومنها الأمراض الفيروسية التي ترعب العالم الآن، كورونا وغيرها. ما زلنا نستكمل ملامح الريف المصري. وهذه ماكينة الري ذاتية الحركة. هذه ماكينة الري ذاتية الحركة. هذه طرمبة الرف وهذا هو الماطور. إذن هي تتكون من جزئين، هذا هو الماطور وهذه هي طرمبة الرف، ولذا تسمى الماكينة ذاتية الحركة. وكما تحدثنا من قبل عن الأعشاب، هذه نباتات الحميض. هذه نباتات الحميض ويتم طبخها مثل السبانخ وهي مفيدة جدا. أما هذه الخبيزة وتحدثنا من قبل عن فوائدها، ويمكن أن تضاف هذه الخبيزة للسبانخ، تضاف معها في الطبخ وتعطي لها طعم جيد، وهي بإذن الله خضر لها فائدة عظيمة. ومرة أخرى هذه نباتات الحميض طعمها قريب من السبانخ، وهي نفس العائلة، نفس عائلة خضر السبانخ. أما هذه فهي عشبة الزربيح، وهي بإذن الله تقضي على الديدان ومفيدة جدا، تقضي على البكتيريا والفيروسات. نباتات الزربيح وهي نباتات تنمو طبيعيا وسط المحاصيل الشتوية. وكما تحدثنا عن ماكينة الري، هذه ماسورة مياه جوفية في حالة عدم وجود مياه الري في الترع، يتم الاستعانة أو الحصول على المياه من هذه يتم تركيب ماكينة الري هنا ونحصل منها على المياه. فهذه ماسورة مياه جوفية
تمدون بمياه الري في حالة عدم وجود مياه الري اللي هي في الترع مياه النيل. يبقى ما زلنا نتحدث عن ملامح الريف المصري. وهذه البيئة البكر وهذه الطبيعة الرائعة. عن أهم ملامح الريف المصري هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكراً.